دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. وفاة مواطن بحادث تصادم ونفوق 71 رأسا من الأغنام بتدهور شاحنة. وفاة شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم وقع يوم أمس على طريق معان الهاشمية. ضبط حدث يقود مركبة شحن على طريق الأزرق. 48 عقوبة بديلة عن الحبس خلال أيلول. الملحق الثقافي، في السفارة الأمريكية تزور جامعة البلقاء التطبيقية لتعزيز التعاون. ارتفاع حجم مبيعات المطاعم السياحية واستعادة 80% من مبيعات 2019. أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.